جزء من الطائرة هبط هنا. أشياء في تلك الحقيبة يجب أن أنزلها للأسفل. أحتاج إلى شيء لإنزال هذا. يجب أن أعود إلى المعسكر. مستحيل، لا يمكنني حمل المزيد. جيدة، لكنها كلمة. علي العثور على شيء لشحذها. يتعين أن تكون حادة كفاية. شيء لا يزال يحتجز المؤن. أجل، بوسعي الآن استعادة أدواتي. لماذا لم أجمع كل معداتي معاً؟ أنسة كروفت، أي واحد؟ أجيبي. ميغيل، أين أنت؟ سحقاً. ميغيل، لا يعجبني هذا. ميغيل، أين أنت؟ هنا. ميغيل، ميغيل، ميغيل،
يا إلهي. يجب أن أتوخى الحذر هنا. هذا جزء من الحطام. جونا! الطائرة! جونا! هل أنت هنا؟ حسبت أنك قتلت. أتعرفين ماذا حدث لميغيل؟ لم ينجو. ما خطب ذراعك؟ نوع من الطفيليات. كنت أبحث عن بعض الشيح لكن يبدو أنه لا ينمون. دعني أراها. ماذا تفعلين؟ إذا تركناها فستسوء حالتها. اجلس.
هل أنت واثقة مما تفعلين؟ حدث لي شيء مشابه عندما كنت طفلة في مصر. لن أكذب عليك، سيؤلمك. هل تظنين أن تلك العاصفة هي نفسها التي باللوحة الجدارية؟ لا أعرف. أعتقد أنه ربما علينا التوقف وتقييم الأحداث. لقد ضغطنا على أنفسنا كثيرا وتحليق وسط تلك العاصفة. لم أحسبها ستكون بهذا السوء. كان يجب أن أصر على العودة. ما أعنيه هو عندما تفكرين في مشكلة يختفي كل شيء سواها. جونا، إنني انظري، أنا معك، إنه اختياري معظم الوقت، لكن من سيوقف الكوارث إذا لقينا حتفنا؟ من سيوقف ترينيتي؟ أشعر أحياناً أنه علي المضي قدماً وأنني سأخذل الجميع إذا توقفت، لكن ربما كان بوسعنا العودة من أجل بضع ساعات. ربما علينا تسميته حسناً. إيلاي، لطالما كان يحاول أن يستفزني. وداعاً يا إيلاي. شكراً. علينا الذهاب إذا عثرنا على كواكياكو الليلة بوسعنا الاستراحة. يبدو هذا جيدا. أعتقد أنه بوسعنا رؤية القرية عبر الأغصان هنا. أنا مسرورة لأنك بقيت في موقع الحادث. أردت أن تعثري علي إذا كنت موجودة بالقرب. كان معي مسدس الشعلة لذا. أجل، أظن أن ميغيل كان يتجه نحوه عندما... المسكين. الأماكن ممتلئة، لا أستطيع حمل المزيد. يمكننا المرور من هنا، هل ساعدتني؟ هل ترين هذا؟ لا شك أنها قرية كوكياكو. سنذهب ونكتشف ما بداخل المعبد. أواثقة أن هذا هو الطريق؟ بحق السماء، ابقى على مقربة مني. هذا ليس طريقا بالتأكيد. يا إلهي، كدنا نصل. حوشتنا على الوصول، سمعت ذلك من قبل. فهمتك. هل أنت بخير؟ أنا بخير، بضعة خطوات أخرى فحسب. حسنا. هل أنت بخير؟ أنا بخير. من قام ببناء كل هذا برأيك؟ ربما كانوا الإنكا يعلمون الكثير عن علم حركة السوائل. الجسر قد سقط، قد يمكننا رفعه بأثقال الموازنة هذا. ربما. آمل أن هذا الكائن فعل هذا شيئا ما. أظن أن الماء يشغل الجسر بطريقة ما. إنه ثقيل جدا، ساعدني. المياه تملأ الدلو. جيد، لنرى ماذا ستفعل أثقال الموازنة. يتسرب الماء من الدلو.
حسنا جونا، يمكنك تركها. نحن هؤلاء لنعبر للجانب الآخر. سنذهب من هنا على ما أظن. من بعدك. ما هذا؟ أعتقد أنه مذبح ما أو... ساعدني بهذا. بالتأكيد. ما هذا؟ إنها وصفة، يبدو كخليط من الأعشاب للمساعدة على التركيز، سيساعد إذا صدفنا المزيد من النمو. فلنأمل لا نفعل. طريق الخروج من هنا. اقتربنا من الوصول إلى القرية. لا أطيق الانتظار حتى أرجع للحضر مجددا. هذه الأقلال تختلف عن التي في المكسيك. دفاتر والدك أي شيء عن بيروت؟ لا، أعني أنه كان من المفترض وجود مدينة ذهب سرية في بيرو. بايتيتي يبحث عنها كل صائدي الكنوز في العالم. توقفت. أظن أننا نستطيع الخروج من هنا. جونا، ساعدني بهذا. 3 2 1. أنت بخير؟ ساعدني بهذا. ظهرك بحالة سيئة. سأنصب المخيم. أريني هذا.
ليس جميلا. أتعرفين، كل ما مررنا به مؤخرا جعلني أتذكر أخي. لطالما حاولت حمايته من أبي ومن نفسه، لكنني فقدته. فعلت كل ما بوسعك. لو كنت فقط في المكان المناسب والوقت المناسب لكان ما يزال معنا هنا. فقط لو علمت ما يدور. لا يمكنك حماية الجميع. شكرا. أشتاق إلي. أعرف. أهلي أيضا أشتاق إليهم. لقد حلمت بأمي منذ فترة قريبة. ماذا؟ كان بغاية الوضوح. في صغري اعتاد أبي أن يخفي عني أشياءها، أشياء كثيرة خاصة بها بالتحديد. لما قد يفعل ذلك؟ بعد وفاتها اعتقد أنها ستسبب لي الألم. لم يمنعني ذلك من البحث عنها بالطبع. ما زال لدي الكثير من الأسئلة. ترك والدك ألغازا بقدر ما قام بحله. دومينغيز قال إنه سيستخدم صندوق إشال الفضي ليعيد تشكيل العالم. لو ملكت تلك القوة ماذا كنت ستفعل؟ سأفزع على الأرجح. أما كنت ستتمنى أن يكون شقيقك حيا لتكون معه؟ وأخسر كل شيء؟ مستحيل. إن هذا العالم يروقني. إنه ليس مثاليا، لكن كل ما أحبه الآن موجود فيه. للمطالبة بكنزها على المغامرة لارا كروفت أن تفوق الملكة دهاء وتبلغ المقبرة المحرمة وتحل لغز الملكة البيضاء، وسيكون طريقها حافلا بالاختبارات. لارا، هل تقومين بحل واجب الرياضيات؟ يجب ألا تتكاسل المغامرة أكثر. في دقيقة يا أبي. جدران القلعة العالية تترنح ساخرة. حيوانات غريبة تعترض طريق بطلتنا. من الصعب معرفة إن كانت متعطشة للدماء. على بطلتنا أن تكون هادئة كي لا يشعر بها الملك. على العمل. أي دعاية؟ لا، اهتمامي منصب على العمل. أي ما دعاية؟ ما دخل لارا بأي من هذا؟ إنها في غرفتها تكتب واجباتها المدرسية. ليس أمامها متسع من الوقت. لن يتوقع حراس الملك أن تتسلق كروفت القلعة أبداً.
برج القلعة أطول مما كانت تتخيل. تواصل بطلتنا التسلق بحثا عن طريق آخر للدخول. لمحت بطلتنا مدخلا آخر. شو؟ اذهبي بعيدا. تواجه لارا الصغيرة العلو الشاهق والمخاطر وتبعدها عن تفكيرها. كدنا نصل. تستعيد توازنها وهدفها، والآن إلى المقبرة المحرمة. هذه الأسوار مدمرة، عليها الدخول من خلالها. إنها قريبة لدرجة أنها تكاد تلمسها، لكن حقل القوة الخفي يقف في طريقها. لا بد من وجود مدخل آخر. وصلت مغامرتنا المغوارة إلى القمة. وأخيراً تلمح طريقاً للدخول في الأسفل، عليها توخي الحذر. لما أقوم بهذه الأفعال الغبية؟ سحقاً! وأخيراً تدخل المقبرة المحرمة. بحلول الليل خطف الخفاش العملاق الملكة بدرجة 30 شمالاً و90 شرقاً، وبقلمها كتبت قلبها، وبالنور تفتح حرية حبها. أتساءل إذا كانت الملكة البيضاء وحيدة. بالنور تفتح حرية حبها. نجح الأمر. دخلت كرافت الطابق المتوسط المحرم، عليها توخي الحذر. لم أرى بعض هذه القطع من قبل. تنبسط أجنحة الخفاش العملاق.
الفارس يعكس شعاع الضوء. البيضاء حبيسة، علي إنقاذها الآن. بوسعي تحريرها، وبالنور تفتح حرية حبها. قلبها يخفق بقوة، وتخطو بطلتنا العتبة نحو المجهول. هذه أغراض أمي. الدرب يغلفه الظلام وتحرسه الخفافيش، هكذا قال الفارس الأحمر. الملكة البيضاء منحته ابتسامة فضولية وقالت: خفافيش؟ أنا لا أخاف من الخفافيش، أنا لا أخاف من أي شيء. أخبريني عن هذا. أنا وأنت نمتطي تيراكس في مصر. أين والدك؟ في العمل. أنا مهووس. تفوت طفولة ابنتك لأنك دائما في مقبرة ما في الجانب الآخر من العالم. لما لا يمكنك أن ترضى بما لديك؟ أوه يا إلهي، لا يتحتم عليك التعامل مع الأمر. أبي، رجاء بحق الرب يجب أن تتفهمي، هذا على الأغلب أهم ما وصلت إليه. حسنا حسنا، ماذا علي أن أبي؟ صباح الخير. إذن الجبل المتوج بالفضة؟ أجل، ترى ما الذي تخبئه لنا الغابة اليوم؟ أيا كان الأمر فسوف نتعامل معه. هي، لن يسوء الأمر عن البارحة صحيح؟